يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الأهلي الليلة. كالعادة إن شاء الله الحلقة هتكون مليئة بالفقرات المهمة اللي أكيد بتخص كل جمهور النادي الأهلي في كل مكان، ومش بس جمهور النادي الأهلي، أكيد كل جمهور الكرة المصرية. طبعا في حالة حزن كبيرة جدا عند كل جماهير النادي الأهلي، خصوصا أن جمهور النادي الأهلي ده مش متعود خالص على الهزايم الكبيرة دي، أصلا مش متعود على الهزايم. يعني احنا حتة ان الاهلي يتهزم اصلا دي موضوع صعب شوية، رغم ان الكرة في الحقيقة مكسب وخسارة وشيء وارد جدا ان انت تخسر، لكن جمهور الاهلي في الحقيقة زعلان علشان الهزيمة كانت كبيرة، واول مرة النادي الاهلي يتعرض لهزيمة ثقيلة زي هزيمة ماتش سان داونز. فحالة الحزن اكيد موجودة، واكيد الناس كلها متضايقة، في بعض الناس بيحاولوا ان هم يجدوا نقطة للتفاؤل اللي ممكن تخلي النادي الأهلي يرجع في البطولة مرة تانية. الأمور صعبة، خلينا نكون متفقين أن الأمور خلاص صعبة بالنسبة للنادي الأهلي في استكمال مشوار هذه البطولة الهامة، بطولة دوري أبطال أفريقيا. وفي الحقيقة كان كلنا نفسنا أن احنا ناخد البطولة دي بعد فترة غياب، لكن المعروف دايما على النادي الاهلي، على ابناء النادي الاهلي وعلى فرق النادي الاهلي المختلفه، ان انت طالما عندك امل لو حتى واحد في المليون هتشتغل عليه وهتلعب على الامل ده، وهتحاول ان انت تطلع كل اللي عندك كلاعب في النادي الاهلي، ان انت تطلع كل اللي عندك عشان تحاول ان انت تحيي امالك من جديد في بطوله دوري ابطال افريقيا. الوضع صعب، الموقف صعب، الموقف صعب. النادي الاهلي قدم مباراه سيئه جدا جدا، الاهلي قدم مباراه سيئه جدا، لكن الأمال موجودة، حتى لو أمال ضعيفة موجودة، والنادي الأهلي قادر إن هو يحقق هذه الأمال بالإصرار والعزيمة والروح، وقبليهم كلهم جمهور النادي الأهلي. لحد النهاردة أو النهاردة بالتحديد تم الإعلان بشكل رسمي إن عدد الجمهور هيكون 30,000 مشجع في مباراة الأهلي وصن داونز اللي إن شاء الله هتكون يوم السبت القادم في استاد الجيش في برج العرب. في محاولات للزيادة، النادي الأهلي بيحاول من خلال مفاوضاته مع الأمن واتحاد الكرة المصري في زيادة عدد الجماهير إن هم يصلوا لأكتر من كده. احنا طبعا النادي الأهلي زي ما احنا عارفين امبارح كان طلب إن الاستاد كله يكون متاح، الساعة كلها تكون متاحة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، لكن احنا عارفين طبعا كل شيء في الأول في الآخر في إيد الأمن، وهو أدرى بالأصلح للكرة المصرية وللمباراة ولظروف المباراة. لكن اكيد نتمنى ان الاستاد يكون كله مليان طبقا او بعد الاتفاق مع الامن بكل تاكيد. لكن ايا كان لحد دلوقتي 30,000 مشجع دول قبل اي روح، قبل اي حاجه متعلقه باللاعبين، هم اللي هيكونوا السند الحقيقي، واللي محتاجه النادي الاهلي في الفتره دي هو جمهوره العظيم، جمهور النادي الاهلي اللي دايما بيكون ورا الفريق في المره قبل الحلوه، وده شيء احنا معتادين عليه. الاهلاوي مش بيشجع الاهلي بس عشان هو بيكسب، وفي الحقيقة في جيل اللي هم الصغيرين شوية ما تعودوش خالص ان الاهلي يخسر اصلا، فبالتالي الصدمة عندهم كبيرة شوية، خصوصا النادي الاهلي من بعد 2004 بالتحديد فوز على طول، بطولات دايما، نتائج رائعة بشكل مستمر، فبالتالي مش متعودين على النتائج دي. لكن الاهم واللازم يعرفوه ويعرفوا كل جمهور النادي الاهلي ان انت بتشجع الكيان، بتشجع النادي الاهلي حتى لو خسرت مباراة العودة تاني، انت بتشجع النادي الاهلي. طبعا بإذن الله، بإذن الله النادي الاهلي يحقق نتيجة كويسة، كلنا نتمنى النادي الاهلي يقدر يحرز 5 أهداف على الأقل عشان نلعب ضربات جزاء، وعشان الأمور تمشي بشكل هيكون ولا في الأحلام بصراحة، هتكون لحظة تاريخية هيقف عندها التاريخ بشكل كبير، زي ما هيقف في الحقيقة التاريخ عند الهزيمة دي، لكن في حالة العودة بالنسبة للاعبي النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي والجهاز الفني هتكون لحظة مهمة جدا جدا جدا، ومعرفش الكواليس هتبقى عاملة ازاي، وهبقى أتمنى إن أنا أشوف كل أهلاوي هيبقى عامل إيه في اللحظة دي لو الأهلي جاب الجون الخامس يعني. لكن كلها آمال وكلها أحلام، مش بعيدة عن ربنا، مفيش حاجة طبعا بعيدة عن ربنا، كل شيء وارد، لكن بإذن الله رجالة النادي الأهلي هيحاولوا إن هم يعملوا كل اللي عليهم، يحاولوا إن هم يقدموا اعتذارهم لجمهور النادي الأهلي من خلال الملعب في مباراة يوم السبت القادم. المساندة لازم تكون مساندة كبيرة جدا من كل المصريين بشكل عام.
وفي الحقيقه ده هيجرني ان احنا نتكلم عن موضوع بعض المجلات او بعض الصحف اللي مش بتساند النادي الاهلي. مش عايزينكم تساندوا النادي الاهلي، بس في نفس الوقت ما تهدموش النادي الاهلي، عمره ما هيتهدم. النادي الاهلي ما بيقفلش يا جماعه، الاهلي عمره ما هيقفل حتى لو خسر لا قدر الله 10-0. يعني النادي الاهلي ده كان كبير جدا وعنده جمهور عظيم جدا، قاعده جماهيريه اكبر قاعده جماهيريه في الوطن العربي ويمكن في العالم كمان، بينافس بشكل كبير جدا على اكبر قاعده جماهيريه في العالم. النادي الاهلي ده شيء طبيعي، ده بسبب عدد السكان عندك في مصر. فبالتالي مهم جدا ان شاء الله تكون مسانده قويه جدا من كل الاهلاويه واكيد من كل المصريين.